مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم امين. مثل ما خبرتكم بفيديو سابق، راح نتطرق بالحكي عن بعض التخصصات الطبيه لان صار في عليها اسئله كثير من بعض الطلاب والمتابعين، وبهذا الفيديو راح نحكي عن تخصص التمريض وناخذ لمحه سريعه عنه. اول شيء لازم نعرفه بشكل بسيط انه التمريض هو احد تخصصات قطاع الرعايه الصحيه، هو احد التخصصات المساعده لمهنه الطبابه. مثل ما بنعرف، الممرض بيشتغل بشكل تعاوني مع الاطباء والمعالجين من جهه، ومع المريض من جهه ثانيه، وهو اللي بيقدم وسائل العلاج للمريض، وهو اللي بيراقب حالته الصحية، وهو اللي بيمد الطبيب بكل المعلومات والكشوفات اللازمة وتقديم الملف الصحي لكل مريض. وهالنقطة بتكمن أهمية الممرض. بمعنى تاني، عملية التمريض بتضم الرعاية بكل أنواعها، صحية، جسمية، اجتماعية، وحتى نفسية ببعض الأحيان. بطبيعة الأحوال لازم نعرف أنه قطاع التمريض مر بكتير من التطورات والمراحل، ونتيجة لهذا التطور تم استحداث كتير من التخصصات بمجال التمريض بالجامعات. وأنا راح أذكر لكم بعض الأمثلة عن اختصاصات الدراسات العليا بكلية التمريض. يعني على سبيل المثال، تخصص تمريض صحة الأم والطفل، تخصص التمريض السريري، التمريض الإداري، تمريض صحة المجتمع، الطوارئ والحوادث، واختصاصات تانية كلياتها ذكرناها بالمقال اللي حطينا لكم الرابط طبعه بصندوق الوصف. ولازم ننوه على شغلة صغيرة، انه بسبب التطور والتقدم العلمي والتقني اللي صار بمجال الصحة، هالشيء خلى دور الممرض بيمتد وبيتشعب كتير. فصار الممرض بالإضافة للرعاية الشاملة للفرد من كل النواحي، بيعلم المريض وأسرته، بيعطيهم كل الإرشادات والمعلومات اللازمة للتعافي أو للوقاية من الأمراض. صار الممرض بدوره بيشترك بالأبحاث العلمية بالرعاية الصحية. صار واحد من أدواره كمان تنسيق الخدمات الصحية وإدارة الخدمات التمريضية والإشراف على هيئة إدارة التمريض وكثير من المهام الثانية اللي صارت على عاتق الممرض. طيب ليش الطالب ممكن إنه يختار تخصص أو مهنة التمريض؟ أول شيء لازم نعرفه إنه تخصص التمريض واحد من أكثر المهن الإنسانية ومسؤولية بنفس الوقت، يعني مثله مثل الطب. ثاني شيء وهو الأهم بهذا الوقت، فينا نلاحظ ازدياد الطلب على الممرضين، وهذا الشيء هو اللي خلى عدد الجامعات والكليات اللي بتدرس التمريض يزداد. وعلى فكرة بكتير من دول العالم المتقدم بيعطوا أهمية للممرض مثل أهمية الطبيب. هلا هو صح ما بيوصف دواء للمريض، بس دائما بيكون عند الممرض قاعدة كبيرة بمعرفة الأمراض والأدوية وكيفية التعامل معها. وهلا قبل ما نحكي عن مجالات العمل لتخصص التمريض، حابب إني أذكر بعض أهم المهارات والسمات اللي لازم تكون متواجدة بالممرض الناجح. أول شيء لازم يكون عند الممرض مستوى عالي من التركيز، لازم يكون عنده دقة وأمانة بالعلاج والمواعيد، يكون عنده قدرة كبيرة على الصبر والتحمل لأنها مهنة إنسانية مثل ما حكينا من شوي. الممرض الناجح بيقدم الدعم المعنوي وبيعلم المريض شلون بيتعامل ويتعايش مع مرضه. الممرض الناجح بيكون عنده سرعة بديهة، دائما بيكون مستعد حتى يقدر يقدم المساعدة والدعم والتعامل مع الحالات المختلفة. وآخر شيء وأهم شيء، أكيد لازم ما يكون عنده مشكلة بأنه يشتغل بالليل. وهلأ صار فينا نحكي بشكل مختصر عن مجالات العمل المتاحة للممرض، ومن أهمها العمل بالقطاع العلاجي والتأهيلي بالمستشفيات الخاصة والحكومية، العمل بالمراكز البحوث العلمية على سبيل المثال، وحتى العمل بالقطاع التعليمي كمان، يعني بمؤسسات تمريضية تعليمية، بكليات تمريض أو غيرها. وما لازم ننسى أن الممرض بيشغل عدة وظائف بعد التخرج، من بيناتهم على سبيل المثال ممرض قانوني، ممرض جراحة، رئيس قسم كلية تمريض بالجامعات، مشرف تمريض، وكثير من الوظائف الثانية ذكرناها بالمقال اللي راح تلاقوه بصندوق الوصف. أما بالنسبة لأهم المواد الاختصاصية الأساسية اللي بيدرسها الطالب بكلية التمريض، من بيناتهم مدخل لمهنة التمريض، مادة أساسيات النمو والتطور، تمريض الصحة النفسية، مادة التدريب السريري المكثف، ومادة التعليم الصحي. وباقي المواد طبعا بتلاقوها بالمقال. هلأ خلينا نحكي عن الدخل السنوي للممرض ببعض البلدان. لازم نعرف أنه الدخل السنوي للممرض مرتفع ببعض البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية، 70,000 دولار سنويا، بكندا 78,500 دولار سنويا، بألمانيا أكثر من 100,000 دولار سنويا، يعني بيعادل أو أحيانا بيجتاز الدخل السنوي للمهندس. وممكن أنه يكون متوسط ببعض الدول، يعني على سبيل المثال بإيطاليا الدخل السنوي للممرض هو 39,000 دولار، وبتركيا 192,000 ليرة تركية. وأما بالنسبة لأهم الجامعات الخاصة اللي بتتيح دراسة التمريض في تركيا، جلشم وهي القسط السنوي تبعها لكلية التمريض 3,750 دولار، جامعة أسكودر 3,400 دولار، جامعة البيروني الرسوم السنوية لها لكلية التمريض 4,000 دولار، وآخر شيء جامعة أوكان الرسوم السنوية لها 4,500 دولار. هذا كان كل شيء معنا اليوم بشكل مختصر عن اختصاص التمريض، بتمنى المعلومات بتكون فادتكم. وآخر شيء، إذا حابين تسجلوا بوحدة من هالجامعات أو بجامعات تانية عن طريقنا وتحصلوا على خصومات مميزة، تواصلوا معنا على الأرقام والإيميل اللي ظاهر أمامكم على الشاشة. مع تمنياتنا لكم بدوام التفوق والنجاح، ويعطيكم العافية.